اهلا بحضراتكم من جديد. بنرحب في البدايه بكابتن محمد مصلح ميدو المدير الفني للفريق الاول لكره الطائره رجال بالنادي الاهلي. اهلا بيك يا كابتن. اهلا وسهلا كابتن هيثم. منور قناه النادي الاهلي كالعاده. الحمد لله. كابتن احنا عاملين تقرير عن حضرتك وعن تاريخك وانجازاتك المشرفه. نشوف ونرجع لبعض اعزائي المشاهدين، نشوف التقرير عن كابتن محمد مصلح ميدو وارجع لحضرتك. نجح محمد مصلحي المدير الفني للفريق الأول لرجال الكرة الطائرة بنادي الأهلي في كتابة تاريخ مميز خلال فترة قيادته للفريق بداية من موسم 2016-2017 وحتى الآن. وحقق مصلحي خلال قيادته للجهاز الفني لفريق الماسترز كما يحلو لجماهير الأهلي أن تلقبهم 11 لقبا بواقع 4 ألقاب للدوري المصري و3 ألقاب لكأس مصر ومثلهم لبطولة إفريقيا للأندية أبطال الدوري ولقب وحيد للأندية العربية أبطال الدوري. وكان قريبا من حصد باقي الألقاب التي خسرها وهي 3 ألقاب فقط، خسرها في الأمطار الأخيرة مع أداء قوي ومميز أشاد به القاصي والداني. أعاد محمد مصلحي العديد من الطيور المهاجرة من أبناء النادي الأهلي وعلى رأسهم الثنائي أحمد صلاح وعبد الله عبد السلام، كما أنه يعمل دائما على تدعيم صفوف الفريق بالصفقات القوية والتي يكون لها دور بارز في حصد الألقاب وترجيح كفة الفريق في الأوقات الحاسمة. ويحلم مصلحي دوما بحصد كافة الألقاب التي ينافس عليها الفريق سواء كانت محلية أو عربية أو قارية، وسط دعم كبير من مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب الذي لا يبخل على الفريق بأي دعم سواء كان صفقات أو معسكرات خارجية أو حتى المشاركة في البطولات. ويعمل محمد مصلحي خلال الفترة الماضية على مزج العديد من العناصر الشابة للدخول في قائمة الفريق واكتساب المزيد من الخبرات من اللاعبين الكبار لخلق صف جديد يعتمد عليه خلال الفترة المقبلة في إطار خطة الإحلال والتجديد التي يبني عليها لاستمرار تتويج الشياطين الحمر بالبطولات. تاريخ مشرف يا كابتن، يعني احنا مهما قلنا ومهما عدنا احنا محتاجين وقت طويل عشان نتكلم عن تاريخك، حاجه بجد يفخر بيها. والجميل ان حضرتك حققت ده في سن الحمد لله صغير، يعني ما شاء الله. خلينا يا كابتن، حضرتك من المديرين الفنيين اللي بتحترم جمهور النادي الاهلي، بتحترم نفسك، بتحترم لعيبتك. فكشف حساب، نتكلم كشف حساب. 5 سنين حضرتك توليت المسؤوليه فيهم، اكيد مريت بمراحل. خلينا نبتدي باول مرحله حضرتك توليت فيها المسؤوليه في غياب نجومنا كبار كانوا بره، ومع ذلك نجحت تتوج بالبطوله. كلمني على المرحله الاولى منذ توليك المسؤوليه. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا هو مشوار طويل جدا مع النادي الاهلي، يعني يمكن السنه دي بحتفل ب 35 سنه ما سبتش النادي الاهلي خالص. ما شاء الله 35 سنه، ما شاء الله. يعني الحمد لله ما عتبتش بره النادي الاهلي سواء كان لاعب او مدرب او مدير فني. فده طبعا الحمد لله بفضل ربنا سبحانه وتعالى اولا، وناس كتير جدا مدربين ولاعيبه زمايلي وكل ده. تستحق يا كابتن كل الخير. بالنسبه لاول حاجه خالص، انا لما جيت مسكت النادي الاهلي انا يعني كنت خلاص سنه طبعا 16 كانت صعبه جدا على النادي الاهلي، بقى لنا سنتين ما كسبناش غير بطوله واحده، بطوله افريقيا. وكنت خلاص عازم من الامر ان انا اسافر احد دول الخليج، يعني ان انا اشتغل فيها. مروان هشام العضو المجلس السابق يعني اتصل بيا وقال لي ان انت هتمسك الفرقه. فابتديت افكر طبعا ازاي نبني فريق. انا كان مطلوب مني حاجتين، بناء فريق واكسب بناء في نفس الوقت. صعبه، ده كانت صعبه جدا. صعبة يعني جداً. طبعا قعدت طبعا ادور على، يعني اول حاجه اول ما طلعت من عنده على طول كلمت احمد صلاح، ده اول واحد كلمته. بس للاسف هو كان مضى سنتين في نادي الجيش وكان خلاص يعني، وكان عبد الله. 2016 يا كابتن؟ موسم 2016 2017. المهم يعني جبت طبعا نجوم، كان محمد عبد المنعم كنت جبته من نادي زمالك، ومحمد عادل اشتريناه من نادي سموحه، زائد راسلان كان محترف اوكرانيا. وابتديت يعني اول سنه ليا، سنه اولى بقى مدير فني مسؤول عن القطاع كله في النادي الاهلي. الرجل الاول بقى خلاص. الرجل الاول طبعا، مش بس زي ما قلت لحضرتك ان انا كنت عايز ابني، ابتديت ابص تحت كمان في الناشئين تحت، لان فرقه كانت محترمه جدا اللي هي. كنت خايف وقتها يا كابتن؟
طبعا انت قدام يعني طموح جمهور ما بيسكتش طبعا. يعني طموح طبعا. كبير جدا ان انت بتحمل همه. فرقه دائما كانت عند حسن الظن، يعني احنا دائما واحنا كنا بنلعب كنا عند حسن ظن الجمهور والاداره وكنا بنكسب. عايز ترجع الايام دي. عايز ارجع الايام دي فعلا. فابتديت برضو ابص تحت، طبعا الناشئين تحت كان في يوسف صافي ويوسف مرجان وحماده عثمان، الناس دي كلها الاولاد الصغيرين كانوا حققين مركز سادس في بطوله العالم. ابتدينا نعمل لهم عقود بسيطة صحيح، بس كانت تحفيزية ليهم، رمزية بس رمزية. عشان يحس النادي متمسك بيه. فابتديت الحمد لله ان انا اخد بقى الدوري والكاس. طبعا كانت صعبة طبعا ان انا اول سنة امسك مدير فني. الحمد لله يعني كان زي ما قلت لك خسرنا النادي. طلع الجيش كان بيضم كوكبة احمد صلاح، كان عبد الله واثنين محترفين ومدير فني كفء جدا وائل عيدي ساعتها. قدرنا خسرنا الدوري ساعتها بفرق شوط واحد. كانت قاسيه جدا بالنسبه لي لانها كانت قريبه قوي ان انا كنت يعني ارجع الدوري جدا. رحنا افريقيا، دي كانت بقى اكثر قسوه ان انت تروح تلعب في تونس. في تونس دي كانت صعبه جدا. فاكر يا كابتن كان في كلام على اعتذار البطوله دي؟ والله هي كانت طلعت، بس بصراحه انا يعني صممنا ان احنا نطلع لان كان لازم نعوض. اللعيبه كانت عندها اصرار كبير جدا. عملنا 5 ايام كان معسكر كان قوي جدا. غير كده كمان انت وقعت في مجموعه قويه جدا. احمد قطب كان النجم بتاعك اتصاب قبل النهائي، محمد عبد المنعم اتصاب في عجله للاسف صليبي في النهائي. كانت ظروف صعبه جدا وكسبنا البطوله الحمد لله يعني. ورجعنا طبعا بعدها بثلاث ايام لعبنا كاس مصر وكنا خسرنا. كانش قدامي طبعا غير ان انا السنه الثانيه ان انا بس اول سنه وانت بتبني فريق وبتعمل حاجه من دي 1 ويقولوا زي ما بيقولوا فروم سكراتش يعني، وتاخد بطوله افريقيا طبعا. دي انا بحبها جدا البطوله دي. ومع ذلك تقول انا زعلان؟ لا طبعا طبعا زعلان لان انا كنت قريب من الدوري وزي ما قلت لك. ولكن كان قدامي طبعا ان انا لازم افكر. طبعا كان في قدامي عبد الله عبد السلام، هو كان يرجع بيته تاني. وكان قدامي كان احمد. قدرنا نتكلم مع احمد ان هو احنا فعلا نشتريه من نادي طلائع الجيش، لكن طبعا رفضوا. وجبنا محترف تونسي شكري الجويني، وابتدينا اصعد بقى يوسف الصافي ويوسف مرجان معانا ياخدوا حاجه كده. برضو ان انا لازم ارجع وفي نفس الوقت الناشئين ياخدوا. عينك على تحت القطاع تحت. الحمد لله عملنا موسم هايل جدا. صحيح. 2017 2018 كسبنا دوري وكاس وافريقيا باداء ونتيجه وكل حاجه كانت كويسه جدا. ما خسرناش ولا ماتش في السنه دي. السنه اللي بعدها لا ده انا السنه دي احنا خدنا الثلاثيه الدوري وكاس وافريقيا. وكان في غياب احمد صلاح، كان عبد الله معانا. ما احمد صلاح كان بيلعب في طلائع الجيش لسه. كان لسه، بس عبد الله كان عنده خلص ورجع. صح. كان عنده يعني خلص ورجع. يعني ده برضو يدل انه الحمد لله فضل الله. حتى احمد صلاح طبعا اضافه كبيره جدا في يعني في لان هنا انا ليه بقول كده، انه مع تغير القماشه معاك في 2016 ما كانش معاك عبد الله ولا احمد، وكان وبدات تعمل لعيبه لسه اول مره يلعبوا مع بعض. نجحت تاخد افريقيا. السنه اللي بعدين لما حصل تجانس واعتماد على الصغيرين وانضم ليك صانع العاب خبره وقوي زي عبد الله، خدت الثلاثيه. السنه اللي بعديها بقى اللي هي بقى 17 18 انضم لينا ايه؟ احمد صلاح اللي هو 18 19 ومحمود رؤوف. رجعوا لنا تاني. والحمد لله برضو قدرنا ان احنا نكسب دوري وكاس وافريقيا بدون خساره خالص. وبرضو ابتديت برضو ابص على الناشئين. طلعت الحسيني معانا، الولد صغير برضو وليه مستقبل كبير جدا. كسبنا الحمد لله كل حاجه. كان معانا محترف، انا اعترف ان هو كان السنه دي كان دون المستوى، كان روسي. بعد كده ابتديت اتطلع بقى انا للمحترفين شويه، ان انا ابص شويه اعلى. جبت محترف من كندا، كان من العشرة الاوائل على الرانكينج يعني بتاعهم. جبت جيسون، كان برضو لعيب مهاريا كان كويس جدا، لكن بالبلدي كده ما كانش جدع بالبلدي. ما كانش جدع. المهم يعني الحمد لله قدرنا ان احنا نكسب دوري وكاس وبطوله عربيه في السنه دي اللي هي سنه 19 20. صح. وكمان قدرنا نحقق 102 ماتش. كان ده انجاز كبير. كان انجاز كبير جدا بدون هزيمه طبعا. كان صعب جدا. كان 102 ماتش دول من نصيبك كان فيهم؟ 102 ال 102 كلهم 102. يعني ال 102 دول انت حضرتهم كمدير فني. انجاز كبير جدا. فالحمد لله وشادنا بيه طبعا. ده غير الانجاز الثاني بقى، بس اللي هو عدد البطولات العالميه طبعا. ولكن احنا بنتكلم على انجاز 102 مباراه. لينا 3 ارقام. احنا لينا 3 ارقام اللي هو 102 ماتش دولي بدون هزيمه، 81 بطوله على مستوى اكتر فرقه محققه بطولات في الفولي. ثالث حاجه ان احنا حققين 20 بطوله قاريه
اكتر فرقه قاريه، فرقه في العالم حاصله على بطولات قاريه كفولي بول، كفولي بول 14 محفور. دولي و دول خلاص حفروا باسم النادي الاهلي. اه طبعا طبعا. ولو قلنا ان 102 مباراه دي حضرتك ولد على ايدك هذا الانجاز. اه الحمد لله الحمد لله. وال 81 بطوله ليك منهم كام يا كابتن كلاعب؟ لا ما انا مش هاخدها بقى كمدرب بس. كلاعب 33 33 كمدرب عام 16 16 كمدير فني 11 11 اجمعهم كده نجمع بقى يا كابتن معلش 75% من ال 60 ده بيجمعوا معايا في الكنترول على فكره والله 60 على طول 60 بطوله ما شاء الله من 81 بطوله. اه الحمد لله حضرتك شكرت فيهم عشان لما اقول يا جماعه ان ان كابتن محمد مصالح ميدو من انجح المدربين واللاعبين اللي عمل تاريخ ليه ما بكذبش. الارقام ارقام يعني ما بنجاملش حد هنا في برنامج الابطال، كل حد بياخد حقه. كابتن محمد مصالح ميدو 60 بطوله من 81، 102 مباراه، 20 بطوله قاريه ليك منهم فيهم يا كابتن؟ انا ليا 6 و6 وانا لاعب و3 مدير فني 15. انا ليا يعني سيب اول اثنين والباقي كله يعني ما شاء الله بنتكلم في 15 بطوله قاريه انت كنت طرف فيهم كلاعب. يمكن اكتر ممكن اكتر، ما احنا قلنا 6 و6 13 و3 13 13 6 لا ما هو 6 و6 12 و3 15 15 15 بطوله من 20 بطوله قاريه. يعني يا جماعه بسم الله ما شاء الله اللي قاعد قصادي يعني لازم يكرم مش بس يعني من قناه النادي الاهلي والنادي الاهلي طبعا بالتكريم المستمر، ولكن ده من مصر كلها، لان الحقيقه الانجازات دي مفيش محل والله يا كابتن هيثم. الجمهور يعني له فضل كبير جدا طبعًا في الموضوع ده، ان هم نفسهم الاولاد اللي بيجمعوا الحاجات دي وبيوثقوها وكانت وهم ليهم فضل كبير في الموضوع ده، ان هم يوثقوا. لا في مجموعه سوشيال ميديا شطار جدا بصراحه يعني ودي حاجه ايجابيه فيهم جدا بس ساعات برضه بيتكوا شويه ساعات بتروح حته كده بس هو لكن الارقام وتوثيقها حقيقة حاجة كويسة. هو كابتن هيثم يعني من حق الجمهور ان هو يعتب ويلوم وينقد طالما ان هو ما بيتجاوزش الحدود فمن حقه. انا دي لان انا في مكان انا مدير فني صحيح، فانا في مكان ان انا الناس كلها ممكن تنتقد دي ما عنديش فيها مشكلة، ليه ما عملتش ليه ده كله، لكن ان هو يتجاوز في حقي ده اللي انا ما بزعل منه جدا. اكيد بتزعل حتى لما بيحصل في غير المدربين يعني طبعاً. او اخرى اكيد يعني طبعا، لكن هم من حقهم ينقدوا ويعاتبوا ويلوموا. يعني الكاس اللي احنا خسرناه اخر انا مقهور جدا عليه، وهم اللي كانوا بيهونوا على الفرقه ساعتها صحيح. ولكن رصيدكم يسمح يا كابتن، رصيدكم يسمح يعني ما شاء الله ال 20 سنه قدام بس 20 سنه ماكس ان شاء الله ان شاء الله. طب يا كابتن احنا وقفنا عند موسم 2019 2020 خدنا 3 بطولات، هنتكلم عن السنه دي، والسنه دي انا شايفها محوريه. تمام. ليه محوريه؟ لانه انت مجبر على الاحلال والتبديل، لازم هتبتدي تستعين باللي انت كنت زرعته من 16 17. تمام. كلمني بقى عن السنه دي يا كابتن. لا احنا السنه اللي هي السنه اللي احنا لما خلصنا اللي هي دوري وكاس في سنه كورونا دي احنا ما بطلناش لغايه شهر 6 يعني سنه كامله تدريب مع ايقافات مع تاجيلات دوري كانت كتيره صحيح. جدا. جبت 2 محترفين اللي هو رايموند وكريزيمير من افضل المحترفين اللي جم النادي الاهلي طبعا. سنه كامله كانوا تدريب ويعني وتوقفات كانت كتير جدا في الدوري ده، لكن قدرنا الحمد لله ان احنا تعرضتوا لخبطتين كورونا بشكل عنيف. الفرقه انت نفسك اصبت بالكورونا مرتين. بس الحمد لله ربنا سترها معاك. كانت اول واحده كانت صعبه شويه. تعبت جامد يا كابتن. تعبت يعني الاكسجين نزل والحاجات دي وزي ما بنسمع كده. بس الحمد لله ربنا سترها يعني. خضتنا يا كابتن خضتنا الحمد لله يعني الحمد لله. بس الحمد لله تعافيت منها و انا جات لي مرتين، المره الثانيه كانت سهله شويه سهله كتير يعني ما انا بقول لك يعني كانت فيها ايقافات كتير قوي بس الحمد لله قدرنا نحسم الدوري بفوز عظيم جدا او فوزين على نادي الزمالك 3-0 و3-0 ولعبنا بقى الفاينل الكاس كان الفاينل الكاس كان لا كان قبليها السنه اللي قبليها انا اسف معلش وبعد كده لعبنا الكاس وخسرنا الكاس 3-2 طبعا وكانت نهايه مش كويسه وده اللي ان شاء الله لما الفرقه تكتمل بس والولاد يرجعوا ان شاء الله ليا قعده مطوله معاهم وعتاب. لا انا بتكلم على السنه اللي هي بتاع كورونا كان اول عوده ليك وانا فاكر وزعنا ماتش طلائع الجيش الكاس فاكر انا اللي الكاس كان قبل نهائي نادي الزمالك كسبناه 3-0. لا انا بتكلم على السنه اللي قبلها كابتن أيوة اللي هي بعد عوده كورونا اول ما رجعنا من كورونا وبداتوا انتوا ايه بعد اللوك داون كسبنا نادي الزمالك أيوة 3-0 قبل النهائي بالظبط ونادي الجيش في النهائي 3-0 بالظبط. انما بعد ما خلصنا موسم كورونا الطويل ده دخلت على الموسم اللي احنا فيه ده. ما هو سنه انا ما بطلتش تدريب لاحم انت لاحم في كله وهو ده اللي خلى احمد صلاح ما يشاركش مع المنتخب حقه مش موضوع يعني مش مكان
لا الدكتور قال له لازم تريح خالص شهر ولازم تحجم، هو حقا فعلا. انت عارف يا كابتن حصل ايه في السله؟ انا اقول لك بقى في اتنين لعيبه مهمين جدا في مركز مهم، هيثم كمال وانس. الاتنين طبعا لاعبين نفس الكلام، دوري طويل جدا جدا 10 شهور حاجه يعني ما يستحملهاش اي لاعب، خرجوا من الدوري على المنتخب. لعيب جاله شرخ اجهادي واللاعب التاني خلع في الكتف. يا ساتر. الاصابات دي جت ما كانتش هتيجي لولا الاجهاد. فانت اللي بتقوله ده احمد صلاح لعيب ذكي، فقال لك لا ما اقدرش ستوب انا مش مكنه. فكان الامباكت بتاعه ايه؟ المنتخب والشكل اللي احنا شفناه. لا هو احمد مش محتاج اصلا يعني، انت انا هتطرق دلوقتي ان احمد مش محتاج ان انا اقول احمد صلاح ده تاريخه ايه ولا حبه ولا حبه إيه؟ حب يعني عمره 38 سنه، الراجل 30 سنه بيلعب فولي، مش ممكن ابدا ان هو يجي يهرب من منتخب من منتخب مش قادر الراجل يا جماعه، مش لكنه محتاج فتره، كان محتاج فتره راحه كبيره جدا، ومحتاج ان هو يحقن ركبته. هو لغايه دلوقتي فعلا تعبان جدا معايا في الاعداد البدني، وتعبان جدا. انا بقول لك مش قادر احمد صلاح لغايه دلوقتي، لان هو لسه ما بقاش فورمه، ولسه بنجهزه لان هو ان شاء الله موسم طويل جاي ان شاء الله. طبعا وهو احمد صلاح مش محتاج نقول نتكلم عنه يعني، الراجل اخر 5 بطولات افريقيا اللي جم ورا بعض. هو عيب بمنتهى الامانه، عيب جدا جدا انه يطلع من ناس بتلعب فولي او ناس مسؤوله في الفولي تقول ان احمد صلاح او عبد الله هربوا من تمثيل عيب. مستحيل ده يحصل. انما عايز اللعيب يبقى في حاله، وانا ابقى فرحان لما الاقيهم زي السله شاركوا واتصابوا. لا طبعا هو ده يعني، هو ده اللي صح، ولا ان انا وحتى اللي لعب كان مجهد، فحرام يعني. الفكره كلها ان كل السن برضو ليه حكمه يا كابتن يعني، 38 و37 لازم تبقى الدنيا غير كده خالص. على فكره هم في فتره الراحه ما بصوش لكره فولي وما نزلوش ملعب، لان هم فعلا محتاجين كانت الراحه دي. حضرتك لما تقول كده يبقى هم فعلا محتاجين. بس فان شاء الله نكمل السنه دي يعني، او السنه دي يعني الحمد لله. لا انا قبل ما اخش في السنه دي لازم اطلع لفاصل، بس أوكي. انا عايز بقى السنه دي اخدها بتفاصيلها، لان طبعا لاست ابديت للفرقه، ولكن خلينا بعد الفاصل عايزين مشاهدينا نطلع لفاصل ونرجع نكمل كلامنا مع كابتن محمد مسال حميدو المدير الفني الاعظم في الالعاب الجماعيه الفتره اللي فاتت، ولكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد، مكملين حوارنا مع كابتن محمد مسال حميدو. كابتن كنا بنتكلم قبل الفاصل عن السنه دي. السنه دي من وجهه نظري المتواضعه هي سنه مفصليه تشابه او في الشكل 2016 2017. عملت ايه واستعدت لها ازاي؟ هو قبل اي حاجه طبعا بوجه شكر لمحمود رؤوف وعبد اللطيف عثمان، لعيبه عزاز جدا على قلبي يعني، بطلوا اعلنوا الاعتزال. انا بحبهم جدا طبعا، لكن هي دي سنه الحياه. بستعد طبعا يعني، انت عارف للاسف لجنه المسابقات ما حددتش اي حاجه خالص حتى الان، حتى الان ما حددتش، مش عارف هتبتدي امتى، لا عارف هبتدي امتى ولا عارف شكل الدوري ولا اي حاجه. دي طبعا نقطه، انا بلعب بالتوقع، بمرن بالتوقع يعني، انا بتوقع ان هو يبتدي مثلا الدوري من 15/10 الاول 11، واخد بالك؟ فبنظبط الاحمال على هذا الاساس يعني. طب سبب التاخير ايه يا كابتن؟ والله انا ما مش الاجابه، مش عندي الاجابه، عند اللجنه ولجنه المسابقات يعني. هي هتعمل ايه؟ مستنيه ايه؟ ممكن مستنيه لغايه لما المنتخب يخلص ويبتدوا يعلنوا الجداول او شكل الدوري، يمكن الانتخابات الجديده مثلا، انتخابات في شهر 11 ده اللي انا عارفه. ما هي لازم تبتدي الموسم بتاعك سواء كان في انتخابات او مجلس، حتى المجلس الجديد هيعمل ايه؟ فانت انا ماشي بالتوقع مدربك لك الدنيا الموضوع ده جدا جدا. انا بقول لك انا ماشي بالتوقع يعني، انت في الهاندبول والباسكت الناس عارفه هتعمل ايه، في اهداف قدامها. انا ما فيش هدف قدامي لغايه دلوقتي، هدف قدامي يعني دوري وكاس مثلا وافريقيا وعرب او حاجه، انا ما اعرفش ولا تاريخ منهم من الاربع بطولات، ودي طبعا بتسبب عائق كبير جدا. صعب جدا. السنه دي الحمد لله تم التعاقد مع طبعا نجم محمد عبد المحسن، نجم نادي كان نجم نادي الزمالك، وعصران من اللعيبه الاكفاء جدا، واحد في مركز 3 وواحد في مركز 4 ان شاء الله. وجبنا محترف امريكي جاريت، لعيب طبعا لعب منتخب امريكا، واتمنى ان دي اهم حاجه يعني، هو ينسجم مع اللعيبه واللعيبه تنسجم معاه. فنيا هو كفء يعني، كفء الانسجام فقط جدا. انا يعني اختيار جيد، وكل الناس فوجئت بالاختيار ان شاء الله يعني، ان شاء الله يعني. فاستعدادي للموسم ده طبعا هيبقى طبيعي. هو كابتن لما انتوا عرضتوا عليه يلعب في مصر، خلينا نتكلم في النادي الاهلي عشان ما احب اجي حضرتك ضحكت، انا احب اخش في التفاصيل اللي بتبقى بعد ما بيع النادي الاهلي عن الصفقه، بحب نعرف تفاصيلها. شفتوا ازاي؟
عرفت ازاي؟ عملت كونتاكت معاه ازاي؟ كلمني على التفاصيل دي بقى. اولا او يعني انا لما باجي طموح جماهير النادي الاهلي وطموح مجلس ادارته وطموح انا الشخصيه، ببتدي بتطلع لبطولات اكتر، لحاجه اكتر، ببتدي بشوف انا عايز محترف يشيل اكتر، فابتديت ابص للنوعيه ثانيه من المحترفين واجرب. يعني انا كلمت كذا محترف، واحد من البرازيل، وابتديت طبعا ليا سقف برضه في طبعًا في طبعًا في الماده يعني الفلوس يعني. طبعا احنا فابتدينا نتكلم يعني اللي طبعا اللي كان بيغير 400 الف دولار، ابتديت اتكلم نجوم كبار مش قليلين يعني، في البرازيل، في ايران، اسامي معروفه على مستوى، اسامي معروفه، بس في روسيا يعني فوجئت طبعا باسعار كبيره جدا. فكان معروض عليا واحد برازيلي، عملت الميزانيه بتاعته وكل حاجه، لكن طبعا قال مش هلعب في المنطقه الشرق الاوسط وعايز دوري جامد مثلا، وفعلا هو راح في نادي كبير في ايطاليا يعني، رغم ان اللي هو قاله خد اقل طبعا منه. لكن دورت تاني يعني كان في اتصال مع لعيب برازيلي حاجه جامده جدا، خامس لعيب في اربعه في مركز اربعه في العالم، في المنتخب البرازيلي، في المنتخب البرازيلي الخامس واحد. والبرازيل طبعا ما ادراك بالبرازيل كره الطائره. فطبعا ده يعني عرض اعتراض عليه مبلغ كويس، وبعد كده هو قال لك لا انا هروح ايطاليا عشان يمكن عشان الدوري او حاجه، برغم انه راح برقم اقل من اللي كان هو طالبه. تمام. طبعا كان معروض طبعا جاريث، اشترط بس ان هو يجي في شهر 10، عنده ظروف عائليه، وانا يهمني جدا ان هو يكون مستقر عائليا بالظبط، غير اللي هو جيسون اللي هو جه في لو مستقر عائليا هو ده كان شرطه الوحيد، ان هو يجي في شهر 10 ان شاء الله. احنا تقريبا يعني حجزنا له في 15/10 ان شاء الله جاي يعني. هو ده كان شرطه الوحيد. هو هيجي من الولايات المتحده ولا هو عايش من الولايات المتحده؟ لعب الاولمبياد ولعب الفي ان ال، يعني حاجه مشرفه ان شاء الله. يهمني جدا ان هو بس ينسجم. انا عايز اقول لك ان اول ما تعرف انه مضى مع النادي الاهلي لقيت ارقامه في كل حته يعني، لقيت ارقامه واحصائياته وفيديوهاته ما شاء الله، يعني اكيد يعني كان يعني لعيب جيد جدا، لعيب خبره عاليه جدا ومميز في الاستقبال جدا يعني دي النقطه اللي كنت حاططها جدا، وبيلعب بخبره عاليه قوي ان شاء الله، هيساعد في الملعب، هيساعد الولاد الصغيرين، هيساعد احمد، وده اللي انا امله ان هو يكون قائد برضه مع الموجودين، مع احمد وعبد الله وحسام وقطب والناس. يعني حضرتك شايف انه اختيارك لهذا المحترف هو تلبيه لطموحات جماهير ومجلس اداره النادي الاهلي عشان نحقق مزيد من البطولات بالشكل اللي يرضي؟ لا تمام بالظبط كده الجماهير، لان انا ما كنتش راضي السنه اللي فاتت. انا ما كنتش راضي يعني السنه اللي فاتت خالص بالسنه كلها بمحتوياتها، في كانت في حاجه كانت في حاجه انا ما طبعا كل كوادر باك عشان كورونا كابتن يعني فانا بقول لك ان الطموحات ان شاء الله السنه دي ان احنا ان شاء الله نشارك في البطولات اللي المجلس الاداره هيوافق عليها طبعا، سواء كانت بطوله عربيه او افريقيه، بالذات البطوله الافريقيه انا لازم يعني ان شاء الله باذن الله عايزين نتواجد فيها، عايزين نتواجد فيها وان شاء الله نبقى لينا دور كبير فيها. لان انا يعني عايزين نرجع اسم مصر تاني لمنصات التتويج يعني ان شاء الله، خاصه يمكن اخفاق السله وراء اخفاق الطايره برضو في الحصول على بطوله افريقيا يعني عامل حاله من الاحباط الحقيقه في الوسط الرياضي شويه. ان طبعا اللعبتين دول لعبتين جماعيتين واسم مصر يعني الباسكت واخد 11 مركز 11 والطايره يعني كنا واحنا نايمين بناخد مركز تاني يعني ده لو حصل ازمه، انما برونزيه طب من وجهه نظر حضرتك عندنا لسه امل نشارك في بطوله العالم ولا صعب؟ لا مش ما صعب. بص مش عارف بالظبط، انا اتمنى طبعا يعني انا كنت قريت الاحصائيات يعني اتمنى والله من كل قلبي ان مصر طبعا تبقى متواجده في بطوله العالم، لان دي حاجه مهمه جدا، لان انت السنه الجايه كده مش هتلعب حاجه لو لا قدر الله ما شاركناش، مفيش افريقيا ولا بطوله العالم، مفيش افريقيا ولا اي حاجه، فهتبقى صعب على الجيل، لان انت لازم تبني جيل يعني. المجلس الجاي ان شاء الله المنتخب لازم يفكر الاربع سنين جايه، مش هيفكر دلوقتي صح، لازم يعني لازم، ومهمه صعبه لانه جدا يعني انت محتاج ترجع على قمه، مهمه صعبه، المجلس المنتخب ده هيبقى في مهمه انتحاريه، لان يعني انت بتبني تاني، لان مصر كانت وصلت ليفل عالي جدا في الـ في الـ في الـ في, الـ في الفولي يعني، كان جيل عظيم جدا اللي هو من نهايه حمدي والعيدي كده لاحمد صلاح وعبد الله ومنعم، في جيل بيسلم جيل وصالح حاسين دلوقتي في دروب في دروب كبير جدا وده طبيعي، بس يعني اتمنى ان هو ما يطولش ان شاء الله باذن الله. صحيح. طب كابتن انت كان عندك مهمه صعبه ان انت تكسب زي ما حضرتك بتقول وبرده تصعد اكبر عدد من الناشئين، وحضرتك من المديرين الفنيين، احنا بنعمل كشف حساب معلش اعذرني يا كابتن، احنا في النهارده قعده مصارحه
مع جماهير النادي الاهلي ومع المهتمين بالفولي بول اللي بيحبوه. حضرتك كان عندك مشكله ان انت لازم تتصعد ناشئين، ما انت لازم تبص لقدام، الكلام اللي حضرتك كنت بتقوله على الاتحاد لازم تنفذه. ايه الناشئين اللي شاركوا معاك ولعبوا معاك من ساعه لما انا ابتديت امسك؟ أيوة. يعني كان في يوسف الصافي، يوسف مرجان، عبد الرحمن الحسيني، محمد عثمان، انس شوقي، مروان الصافي، زياد اسامه، محمد ابراهيم، محمد طارق، عمر الشريف، عمر اكرم، عمر ياسر، 12 اسم تقريبا شاركوا معانا في خلال الخمس سنين دول. وهم الولاد دول لما الولاد كانوا في منتخب 2019 هم اللي حققوا ال 100 ماتش ده، يعني احنا كنا وقفنا عند تقريبا 89 هم اللي كملوا لغايه، كان في غياب بعض مجموعه من اللاعبين كانوا مع المنتخب على ما اتذكر، هم اللي كملوا معاك المجموعه، هم اللي كملوا المجموعه دي اللي كملت يعني معايا. حضرتك جاي ومقدم كشف ان انت صعدت 12 لاعب شاركوا معاك في المباريات في المباريات. هم عايزين اكتر وطموحهم كبير، لكن في حد او يعني في جزء معين جدا ان انا ممكن اشارك ناس في ماتشات اقل اهميه، لكن ما بقبلش ان انا اتغلب دي ولا انا ولا الجمهور. فلازم اشارك واحد مع مجموعه دي مهمه قوي. انت بتتعامل بمشرط بالظبط كده، مشرط يعني الراحه ان شاء الله انت تحافظ على البطولات وفي نفس الوقت تدعم ناشئين بالظبط. وانت السنه دي شاهد عوده يعني يوسف مرجان على ما اتذكر، رجع للفريق، طلعته اعاره ورجع السنه دي، ورجع السنه دي وبحاله جيده، فورمه جيده ان شاء الله، هيبقى ليه دور ان شاء الله السنه دي في الفريق. وكان يوسف حمدي الصافي برده بس طلع اعاره. ده نتمنى له كل خير والله. يوسف من الناس الطموحه جدا اللي بتحق بس هو مستعجل وده يعني اللي خلاني اوافق عليه ان هو يطلع اعاره في فرنسا. طبعا فرصه كبيره جدا ليه، مش من مبلغ كبير ولا اي حاجه، لكن هو طموح. جات له ازاي الفرصه دي يا كابتن؟ هو اللي جري وراها، واول ما جات له انا وافقت على طول. لان طبعا لان فرصه كويسه جدا ليه ان هو ياخد يحتك بالمدرسه. اللعيبه بتحبك ليه يا كابتن؟ يعني انت مع المكسب والتصعيد انت باصص على مصلحه اللعيب اكيد طبعا. يعني باصص لهم كاخ، حاجه حلوه. هو في طريقه تعامل كده الواحد برضو لما بوقت الفراغ شويه كده بيبتدي بياخد دورات شويه اونلاين او حاجه. يعني ابتديت يعني في اوقات فراغي ان انا يعني على فكره في ساعات لما خسرنا 2016 2017 دخلت بعدها على طول سيمينار في نادي وادي دجله، كان مع الكابتن شريف ومدرب برازيلي. دخلت سيمينار اخدته فيه وايه الجديد، اعرف ايه الجديد، يعني زي فرقه او سيمينار خمس ايام كورس بالظبط كده كورس. وده نقلني نقله كبيره. قعدت فيه قد ايه؟ هو خمس ايام بس كان فيه كان كورس مكثف جدا يعني استفدت منه جدا. وانا يعني لولا كورونا كنت طلبت طبعا من مجلس اداره، هو مش هتاخر خالص، ان انا اعمل معايشه مع فرق عالمية ان شاء الله بإذن الله. يعني أتمنى أن ده يحصل، أروح مثلا إيطاليا طبعا فرق كبيرة، بولندا، روسيا، لازم أعمل عشاء لمدة شهر مثلا كده على حاجة. لازم إن شاء الله الجديد. بإذن الله طبعا. طب مهم. أنت في العادي بتقرأ يا كابتن، بتشوف إيه الداتا فولي، وصل لإيه الجديد في الفولي بول دايما بتابع؟ لازم بتفرج على ماتشات كتير وأشوف المدربين بيعملوا إيه وأشوف إيه الجديد، يعني خصوصا الفترة اللي فاتت كان فيها فولي بسم الله ما شاء الله كتير جدا، سواء الفي إن إل أو الأولمبياد أو السنة أو دلوقتي فترة بطولة أوروبا شغالة. شغالة. إحنا فوجئنا بنتيجة النهاردة كانت مفاجأة بين المجر طلعت روسيا أو العكس. لا هي تشيك طلعت فرنسا بطل الاولمبياد 3-0. لو في مفاجاه ثانيه انا لسه قاريها دلوقتي بين برضه روسيا خرجت. متابع انت كويس؟ متابع. لا البولي بول ده ويكفي ان كابتن عادل القيعي يعني طبعا اتكرم امبارح، ورجل من عظماء النادي الاهلي بيحب البولي بول بشكل. قابلني امبارح وقال لي في الحفله قال لي بلاش انت قال لي وعدني، بس بالنسبه للمطوله وعدك ان شاء الله ان احنا دايما نكون عند حسن الظن. يعني بحب الفولي بول جدا، وهو مؤمن بيك جدا. يعني مؤمن بيك على مستوى شخصي جامد. ده كان كابتن عادلي، انا اقول يمكن اسرار بحكي لحضرتك والله، بعد ماتشات الفولي بول بيروح متصل بيا بيقول لي ده شفت عمل ايه وده كان ازاي. والله بحس انه بيتكلم عليها بنفس الحماس اللي بيتكلم عن كره القدم. هو بيقول لي على ده اللي امبارح على دماغك وانت بلاش انت. هو طبعا يقصد انت او فرقتنا احنا، لان احنا في عشم كبير من الاداره ومن الجماهير علينا احنا، وده طبعا حمل بحمله لنفسي قبل والجهاز واللعيبه ان شاء الله. يعني ان شاء الله نكون عند حسن الظن. كلنا ثقه فيك يا كابتن. خلينا على الفاصل اعزائي المشاهدين، لسه عندنا كلام كتير جدا مع كابتن محمد مصالح ميدو، ولكن بعد الفاصل.
اهلا بحضراتكم من جديد بكمين حوارنا مع كابتن محمد مصلحي ميدو. كابتن، هنتكلم عن ملف المحترفين، كيف يدار ملف المحترفين خاصه في الكره الطائره رجال في النادي الاهلي؟ انا اولا بيجي لي طبعا عدد كبير جدا من المحترفين، ببتدي بشوف اولا احتياجاتي ايه. انا احتياجاتي مركزك ايه؟ مركز احتياجاتي يعني انا السنه اللي فاتت مثلا احتجت نتيجه اصابه 3 لعيبه في مركز 3، احتجت لعيب مركز 3، لكن في مركز 4 بالذات حساس جدا، مهم جدا. بيجي لي طبعا سيفيهات كتير جدا وماتشات كتير جدا، ببتدي بديها للمحلل يحللها. بيجي لك ماتش ولا هايلايتس؟ لا، ماتشات. ماتشات. انت ماتشات. ما بتاخدش بالهايلايتس؟ لا لا، ماتشات. ببتدي بنحللها واحده واحده كده ونشوفه. وبيجي مثلا طبعا في محترفين كتير جدا ما بيقبلوش يجي تحت الاختبار خالص. عايز جارانتي على طول، مفيش تراي اوت. بالظبط. فاول سنه ليا كان رسلان اوكراني، ولد كان كويس جدا جدا، عمل اللي عليه وزياده، بس هو كان انطوائي، ما كانش منسجم مع اللعيبه. ده كان بيركب موتوسيكلات يعني. كان يعني كان كويس جدا وكان مؤثر في الفرقه. تاني سنه جبنا الدولي شكري الجويني، كان مؤثر معانا. شكري الجويني كان كويس جدا، بس في الاخر جاله اصابه تقريبا، او كانت ركبته مش سليمه 100%. بس كمل معانا الموسم. كمل معانا بس ما كانش فت 100%. تالت سنه جالنا روسي، وانا اعترف ان هو ما كان دون المستوى. سيرجي. رابع سنه جالنا جيسون، كان اخترته طبعا من ضمن ناس كتير جدا، يعني بقول لك منتخب كندا عاشر العالم، وهو كان كويس جدا. قلت لك مهاراته كانت كويسه جدا، لكنه بالبلدي كده ما كانش جدع، ما سدش يعني. طبعا. واللعيبه اللعيب ما انسجموش. مش هقول ما كانش فيه الطايره يعني، معروف. لا لا، في فرق ما بين انسجام ان انا اخش جوه الفرقه، وفي ان انا يعني لا مش منسجم، ما كانش منسجم خلاص. ولا مش هيلعب. مش هيأدي. تالت سنه السنه اللي فاتت دي جبنا رايموند، ولد كان منسجم جدا مع الفرقه، والفرقه كانت هم الاثنين بصراحه، هو وكريزمير. لما لف المحترفين السنه دي ان شاء الله، اتمنى ان هو الناس بس ان هو ينسجم. لو اللعيب الامريكي انسجم مع الفرقه والفرقه انسجمت معاه، هيبقى طبعا طبعا ماتشين كانوا صعبين جدا جدا. الماتش الاولاني بالذات كان صعب جدا، ان احنا كنا مطالبين ان احنا لازم نكسب. لو خسرنا كنا بره المنافسه. الحمد لله يعني. فاذا انت يعني ينقصنا الانسجام مع المحترف الجديد، هو بس باذن الله. بس انا باللي حضرتك بتحكي عليه ده، هو يمكن شخصيه يعني اسريه عائليه، بيحب الاسره، فهتلاقيه يحب يخش جوه. هو مبدئيا كده يعني، انا لما كلمته طبعا يعني على الواتس وكده، يعني حبوب يعني جدا، وهم الامريكان يعني فعلاً. مش الناس اللي الناحيه الاجتماعيه جيده جدا جيده جدا. طب كابتن، خلينا نروح لملف اخر، وهو اثنين من اعظم انجابه مصر في كره الطائره، خلقا ولعبا وتاريخا وحاضرا ومستقبلا كل شيء، عبد الله عبد السلام واحمد صلاح. الاثنين طبعا شهدوا يعني تاريخ كبير مع النادي الاهلي. عايز اعرف الاثنين دول يمثلوا لك ايه، وعلاقتك بيهم ازاي، ويعني احكي لنا كواليس عن هذا الموضوع. احمد صلاح وعبد الله هم دلوقتي الاثنين الوحيدين اللي لعبوا معايا. يعني هو لعبوا معايا ومش سنه، لا ممكن سنتين وثلاثه ويمكن اربعه كمان يعني. احمد صلاح كمان يعني خد له 5 6 سنين معايا ما شاء الله، لان احمد صلاح كان نبع يعني. فبالنسبه لي هم اخواتي الصغيرين، وبقول لك يعني مش مهما اقول واعيد فيهم، قبل التمرين بساعتين هم الاثنين اول اثنين موجودين. التزام فظيع يعني، ملتزمين جدا في فوق ما تتصور طبعا. وهو ده اللي انا بطلبه، ان الناشئين يتعلموا يعني. في النهارده في التمرين في 4 شباب صغيرين جم خدوا كلمتين، انا دخلوا مثلا التمرين الساعه كان 5 جيم، دخلوا 5:10 اخر مره. قلت لهم اخر مره عبد الله واحمد موجودين قبليكم بساعتين، وده عيب. طبعا لما يبقى الكابتن يعني، كنت اشوفه وانا صغير كده، عيب ان اللعيب اللي اقدم مني جاي قبل مني. فده فهنا كده الولد ده اتعلم، شايف عبد الله واحمد بيعملوا ايه، درس. شايف حسام وقطب بيعملوا ايه، درس. شايف معوض وعبد العال الناس الكبار دول ليهم، ما فيش واحد فيهم متاخر دقيقه في التمرين. دقيقه واحده ما تلاقوه قبل التمرين، في بنص ساعه، في اللي زي ما بقول لك احمد وعبد الله بساعه ساعه ونص موجودين، نقعد نرغي مع بعض، نقعد نتكلم، نقعد نقول. فهم بالنسبه لي احمد وعبد الله طبعا حاجه كبيره جدا، مثلوا مصر كتير جدا. وزي ما قلت لك كابتن، اوضه اللبس يعني، انا اسمع ان عبد الله واحمد صلاح الاثنين مسيطرين على اوضه اللبس بشكل كبير جدا، موفرين عليك وقت ومجهود ومخليك مركز
في الملعب كان صح، وكان قبلهم او معاهم كان عبد اللطيف. اه طبعا وقوف طبعا عبد اللطيف. اه طبعا مسيطرين تماما، وعبد الله بصفته كابتن الفريق طبعا حاجه موفر عليا كتير قوي بصراحه. هو ده اللي بقوله، وانا متواجد معاهم يعني انا على طول في اوضه اللبس يعني قبل التمرين برضو انا زي ما قلت لك بروح بساعه ساعه ونص بنقعد نتكلم ونحكي. وزي ما قلت لك انا دلوقتي في نادي وفر دلوقتي اوضه اجتماعات انا موجود فيها دلوقتي قدام اوضه اللبس بتاعتنا، باخد فيها زي ما قلت لك دوره كده اونلاين محاضرات. وان شاء الله يعني في هنعمل محاضرات كتير جدا، لان انا السنه اللي فاتت ما عملتش محاضرات للفرقه زي ما قلت لك بعيد عن الفولي. انا ساعات كده كنت بعمل محاضرات للعيبه مش للفولي بس، لا بجيب مثلا حاجه عنوان معين زي الرزق مثلا، التعاون بتاع حاجات اجتماعيه شخصيه اجتماعيه شخصيه واربطها طبعا بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ومربطها بالايه بالكره الطايره على طول. فدي انا ما عملتهاش السنه اللي فاتت للاسف. الماتش السنه كانت مدربكه. اه ما انا بقول لك ما عملتهاش السنه، فالسنه دي ان شاء الله يعني ناوي اعمل مجموعه يعني بحضر لمحاضرات كتير ان شاء الله ليهم يعني. وغير كده ان شاء الله محضر لهم مع كابتن محمود الوزير مكتبه كامله. السنه اللي فاتت مثلا عبد الله عايز يشوف حاجه معينه عنده يخش اوضه الاجتماعات ويشوف اللعب بتاعه هو رفع محمود ازاي، اللي هو مجمع كل ماتشات الفرقه. اه كابتن محمود الوزير ضم لينا السنه دي مكان احمد سعيد يعني، احمد سعيد اللي بشكره جدا على الفتره اللي فاتت اللي قدمها محلل تقني. كابتن محمود الوزير هو السنه دي محمود الوزير اه طبعا ده كابتني يعني، هو اول واحد مرني على فكره كابتن محمود الوزير. كابتن محمود الوزير فهو المحلل التقني بتاعنا. هنجمع ان شاء الله الماتشات كلها، كل واحد عايز يشوف اي حاجه يتفضل في اوضه الاجتماعات ويشوف دي صوره يعني دي في ماتش اعتزالي والله. يا خبر ابيض احمد صلاح. سنه كام يا كابتن؟ دي 2008. بص الحب استمر مع القائد والتلميذ، وبعد كده استمر طبعا استمر سنين طويله. حبيبي يعني الصوره اللي احنا شايفينها دي صوره، معلش يا جماعه سيبوها لي شويه لان الصوره دي لازم نقف عندها يعني شوف الفولي بول هو ده يا كابتن. اخ عزيز جدا احمد صلاح عليه، هو عبد الله وحسام وقطب وعبد العال، وقال لي انه حتى جوازه كنت انت سبب فيه. يعني شفت انا بجيب لك ازاي يعني بجيب لك. رجع قال لك يا كابتن انا بفكر، قلت له توكل على الله. صح اخ عزيز جدا، هو واخواته يعني احمد صلاح هو واخواته يعني ده من كابتن هشام الكبير ياسر محمد يعني كلهم شبراويه كمان مش شرويه وبتاع. حقيقي كابتن حضرتك يعني اتشرف اي مكان، فعيب قوي حاجه جميله يعني نرجع تاني بس نعيب قوي الناس تقول على احمد وعبد الله اي كلمه خالص. عبد الله اعتزل اعلن اعتزاله الدولي قبل ما يعرف مين ماسك، قبل ما يعرف ايه اللي فين شكلها ايه، فعيب قوي ان احنا نتكلم ولازم قراره. طب يا كابتن هو كان بيقول لك ايه عبد الله هنا؟ وانا نزلت الصوره دي على الفيسبوك قلت له انت عايز ايه يا ابني؟ كنت عايز ايه يا عبد الله؟ لا هو يعني ساعات كده بيقول لي في حد مش ماشي بتاع ماشي يديك نصيحه ماشي هو شايفك انا بديله نصايح اللي يعني هو عبد الله كابتن عارف واجباته كويس قوي. صحيح كابتن محمد، يمكن اللقاء عدى سريعا جدا، والحقيقه حضرتك تشرف اي مكان، وانا سعيد جدا بكشف الحساب اللي حضرتك قدمته النهارده كل جماهير النادي الاهلي. بشكرك واتمنى اكون حضرتك اتبسطت معانا في هذه الحلقه. انا اتمنى اولا ان احنا دايما نكون عند حسن ظن الجمهور والاداره، لان فرقه الفولي عامه من ساعه لما ابتدت يعني كنا بنلعب وكده كان دايما كان عند حسن الظن. وزي ما قلت لك كابتن عدلي ما سابنيش امبارح لما قال لي اوعدني، قلت له ان شاء الله اوعدك ان احنا نكون عند حسن الظن ونبذل اقصى مجهود ان احنا ننافس ان شاء الله على البطولات اللي احنا داخلين وجاهز ان شاء الله للتحدي ده باذن الله ان شاء الله. وشايف ان هو الامور ان شاء الله يعني طيبه حتى الان. برضو انا احب اطمن الجمهور ان برضو انت شايف الامور طيبه ان شاء الله باذن الله نمشي. طبعا ما حدش عارف الغيب في ايه طبعا، ولكن طبعا على الاقل بتبقى انت راضي نفسيا عن الحمد لله. المنافسه يعني المنافسه هتبقى شديده جدا، لان طبعا الانديه كلها بتجيب محترفين طب واحد واثنين. واللقطه هي كابتن يعني كابتن عادل بكاي وهو بيكرم امبارح حاجه طبعا هي توكاون. اللقطه دي كانت كويسه يعني اثرت جدا في الناس، ولقطه طبعا كابتن محمد عبد الوهاب يعني كانت لفته اكتر من رائعه يعني. ونسعى يعني هو ده النادي الاهلي على يعني. شفنا صورتك من شويه مع احمد صلاح وحضرتك، وشفنا صورتك مع عبد الله عبد السلام اللي هو بيتشرف انه يلعب تحت قيادتك، فهو ده النادي الاهلي جيله بيسلم جيله ومنظومه كبيره. وعايز اقول لك برضو ان بمنتهى الامانه يعني كابتن رؤوف ما بيبخلش طبعا، انا كلامي يعني طبعا بيبقى معاه مش مع حد يعني طبعا من المجلس هو يعني الحمد لله كابتن رؤوف موفر كل حاجه، او مجلس الاداره طبعا
بمنتهى سواء كانت ادوات اي حاجه هو موفرها تماما لينا، وان شاء الله باذن الله يعني يا رب يا رب نكون عند حسن الظن الجمهور. صحيح يا كابتن، صحيح. ان شاء الله نورتنا وشرفتنا يا كابتن محمد، واتمنى لك كل التوفيق يا رب ومزيد من البطولات ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. اعزائي المشاهدين، ده كان لقائنا مع طبعا اسطورتنا ونجمنا واعظم يعني مدربين اللي جم على تاريخ الالعاب الجماعيه في مصر، كابتن محمد مصالحي. يعني الحوار انا استمتعت بيه جدا، واتمنى اكون حضراتكم استمتعتوا بيه. انتظرونا في حلقه جديده وابطال جداد مع برنامج الأبطال.